اعترف رأس النظام بشار الأسد بوجود المعفشين في صفوف قواته والميليشيات المرافقة لها وتفشي ظاهرة التعفيش، وعزى ذلك إلى غياب الرقابة والمؤسسات الرقابية، وأشار إلى صعوبة ضبط هذه الحالات. جاء ذلك في مقابلة مع بشار الأسد أجرتها صحيفة الوطن التابعة للنظام، حيث تحدث الأسد عن إيجابية هذه الميليشيات مشيرا إلى إنجازاتها العسكرية على الأرض. أما السلبيات فربطها الأسد بالحالات الفردية، مؤكدا صعوبة السيطرة على كل الحالات وضبطها. وكانت مواقع موالية عديدة قد عبرت مؤخرا عن غضبها من ازدياد حالات التعفيش العلنية التي طالت حتى مناطقهم. مع ازدياد وتيرة القصف والهجمات على المدنيين النازحين من أحياء حلب المحاصرة، قام الإعلامي المفضل لدى النظام شادي حلوة بنشر صورة سيلفي له مع أحد المدنيين، وادعى أن هذا الرجل هو أحد المسلحين، وعلق على صفحته الشخصية قائلا: كل المسلحين اللي شفتهم بحياتي كوم، وهالمسلح اللي شفته اليوم كوم تاني. ليتبين فيما بعد فبركة الحلوة لمضمون الصورة، حيث تم التأكد أن الرجل ما هو إلا مدني يعاني من أمراض عصبية وفقر شديد يظهر واضحا على ملابسه ومظهره العام. الاستكهراب مصطلح بات الأكثر استخداما في شبكات إعلام النظام، يتناولونه بجدية حينا وسخرية حينا آخر. متابعون أوضحوا أن التسمية جاءت على غرار الاستسقاء، وهي صلاة تجرى للدعاء لهطول الأمطار عند شحها، والتي دعا إليها رأس النظام في الفترة الماضية، ما دفع أنصاره إلى مطالبته بصلاة الاستكهراب، علها تحل عقدتهم مع الكهرباء التي تصلهم بالقطارة على حسب وصفهم. وانتشرت الدعوة لهذه الصلاة بين الموالين بسرعة، وكان أول من طالب بها إحدى المقربات من النظام وتدعى رولا الأسد، حيث كتبت على صفحتها في الفيسبوك: بما أن قائدنا توسط لنا مع الرب وأسقط الأمطار، فإني أطالبه بالدعوة لصلاة استكهراب. نحن في حلقة يوم من هنا سوريا، شكرا لكم وإلى اللقاء.